بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان ومتابعي نشرة نور صباح كل يوم، أهلا ومرحبا بكم في نشرة نور صباح يوم السبت الموافق 8 يوليو لعام 2023. يوم السبت أجازة رسمية استكمالا لأجازة نهاية الأسبوع لكافة المصالح الحكومية والخدمية والقطاع العام، وأيضا امتحانات نهاية العام للثانوية العامة. لذلك تم ملاحظة الحالة المرضية في الساعات الأولى من الصباح الباكر. بحمد الله هدوء تام على كافة المحاول المدينة والطرق الرئيسية، سيولة مرضية، لا توجد أي كثافات مرضية حتى بمناطق الأعمال. بحمد الله كافة مناطق الأعمال تشهد في الساعات الأولى من الصباح الباكر والتي يطلق عليها ساعات الظهر الصباحية سيولة مرضية في كافة الاتجاهات داخل محافظات القاهرة الكبرى وأيضا اتجاه الطرق السريعة. في ظل انتشار خدمات مرضية مكثفة بالتنسيق ما بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور محافظات القاهرة الكبرى بتعزيز كافة الخدمات المرضية بالمناطق الساخنة وتشمل مناطق الأعمال، المناطق التجارية، المتنزهات والتي تواجه السادة المواطنين وخاصة ما بعد الظهيرة للاستمتاع بالجو خاصة على النيل. لذلك تم تعزيز الخدمات المرورية على كورنيش النيل وعلى المراسي النيلية وعلى ممشى أهل مصر لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع. هذا بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للمرور بتعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة ممثلة في مجموعات الدراجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة، وذلك لملاحظة الحالة المرضية وبمناسبة توجه السادة المواطنين ذهابا وإيابا إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي والمدن الساحلية لقضاء أجازة نهاية الأسبوع، مع كشف عن قائد السيارات المشتبه في تناول مواد مخدرة ومواد مسكرة من خلال الأكمنة داخل محافظات القاهرة الكبرى وأيضا على الطرق السريعة، وأيضا ضبط السيارات التي لم تقم بترتيب الملصق الإلكتروني بالكشف عن تراخيص السيارة. تم تعزيز أيضا كافة مناطق الأعمال بخدمات وعلامات إرشادية لإرشاد قائد السيارات إلى الطرق والمحاول البديلة لمنع أي تراكمات أو كثافات مرضية تحدث بمناطق الأعمال. معلوم أن اليوم الثاني على التوالي وأن سوف ينتهي اليوم في الظهيرة بالنسبة للغلق الكلي لمحور الميثاق بمناسبة إنشاء كوبري لمشاة أعلى المحور وسط تواجد خدمات مرضية مكثفة وعلامات إرشادية، بالإضافة إلى إرشاد قائد السيارات إلى التحويلات المرضية سواء القادم من محور الميثاق اتجاه كوبري الفطيم أو القادم من كوبري الفطيم اتجاه محور شينسو أبي. علامات إرشادية، علامات تنظيمية بنفس الموقع لإرشاد قائد السيارات دون حدوث أي كثافات أو تراكمات مرضية. أيضا كافة مناطق الإغلاق الجزئي والكلي وخاصة بشارع الهرم تم تعزيزها بخدمات مرضية مكثفة مع إرشاد قائد السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة، وأبرزها بالنسبة لشارع الهرم محور أنور السادات ومحور خاتم المرسلين ومسطح أرضي شارع فيصل حتى يمكن نخفف ضغط المرور على شارع الهرم المتجه إلى نفق الهرم ومنه إلى كوبري الجيزة المعدني. بعض الإصلاحات بتتم اليوم ولمدة 12 ساعة فقط لغير. أيضا أعلى كوبري الضوء المعدني القادم من ميدان الأرمان اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز بسبب إصلاح فواصل معدنية، تم تعزيز المنطقة وكذلك أعلى الكوبري بخدمات مرضية، وذلك لمنع الانتظار الخاطئ أو منع أي كثافات مرضية نتيجة الغلق الجزئي، وهو عبارة عن حافة واحدة فقط لا غير بهدف تسهيل وتسهيل الحافة المرضية القادم من ميدان الأرمان اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز وأيضا المتجه إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر من شارع الدقي. تم تعزيز خدمات المرضية بشارع التحرير أيضا المتجه إلى كوبري الجلاء بسبب أعمال توسيع بالنسبة لشارع التحرير بإزالة بعض أجزاء من الرصيف وسط أيضا تواجد خدمات مرضية ومساعدات فنية بنفس الموقع.
دائما وابدا في نهايه الفقره المضيه بالناشد السابق قائد السيارات الالتزام بقواعد اداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وان شاء الله